وزير الداخلية يرفض رفع ضوابط الحدود بسبب الإرهاب والهجرة. الشرطة المالية تجمع 23.7 مليون يورو غرامات في النمسا. حزب الشعب يخطط لخفض تعويض البطالة إلى 50%. السفير الروسي في فيينا يعبر عن استعداد بلاده لبدء حوار مع النمسا. ومحكمة الاحتكار تفرض 3.51 مليون يورو غرامة على شركة هايدر. وأخيرا القبض على 3 ألمان في فيينا بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم، وبمناسبة عيد الحب كل عام وحضراتكم بخير. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر أنه لا يتوقع رفع ضوابط الحدود الثابتة في الوقت الحالي، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن وارتفاع أعداد المهاجرين. وأكد كارنر على أهمية ضوابط الحدود في مكافحة الهجرة غير المشروعة، مشيرا إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم على حدود بورغلاند، حيث أن المهربين أصبحوا يتجنبون النمسا. وانتقد هانز أميسابور من حزب الحرية سياسة كارنر واصفا إياها بقصة لا تنتهي على حساب النمساويين. فرضت النمسا 23.7 مليون يورو غرامات لمكافحة الاحتيال لعام 2023، 20 مليون يورو منها في سوق العمل و 3.6 مليون يورو في المقامرة غير القانونية. وتضاعفت بلاغات الضمان الاجتماعي، وتم الكشف عن 4998 موظفا غير مسجلين و 3452 شخصا يعملون دون تصريح. وتواجه الشرطة المالية تحديا متزايدا من الجريمة المنظمة، حيث تم التحقيق في قضايا بقيمة ضرر تزيد عن 100 مليون يورو واكتشاف 152 شركة وهمية. وشدد المسؤولون على أهمية السرعة والوجود الدائم للمراقبة. يخطط حزب الشعب كجزء من برنامجه قبل الانتخابات لخفض تكاليف العمل بنسبة 0.5% سنويا حتى عام 2030. وتشمل الخطط خفض معدل الاستبدال الصافي لإعانات البطالة من 55% إلى أقل من 50%، وإلغاء إمكانية العمل الجزئي مع استمرار تلقي إعانات البطالة. ولتغطية التكاليف يخطط الحزب لخفض مساهمات التأمين ضد البطالة وزيادة حصة التمويل من ميزانية الدولة. وتهدف هذه الخطط إلى تحفيز الاقتصاد في ظل انتقادات من المعارضة، خاصة فيما يتعلق بخفض إعانات البطالة. أكد السفير الروسي لدى النمسا ديمتري ليوبونسكي استعداد بلاده لبدء حوار مع أي قوى سياسية محددة في النمسا. ويأتي ذلك في ظل توتر العلاقات بين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا. وأشار ليوبونسكي إلى أن العام الحالي سيكون حاسما للنمسا، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن روسيا منفتحة على الحوار مع جميع القوى السياسية العقلانية. وأوضح أن الحوار الرسمي مع فيينا يمر حاليا بحالة من التجميد العميق، وأن جميع أشكال وأليات التعاون الثنائي مجمدة حاليا. فرضت محكمة مكافحة الاحتكار غرامة قدرها 3.51 مليون يورو على شركة هايدر للبناء لخرقها قوانين مكافحة الاحتكار. وتشمل الاتهامات الاتفاق على أسعار المشاريع بشكل غير قانوني وتقسيم السوق، وتعاونت الشركة مع التحقيقات وقدمت اعترافا شاملا. وتهدف قوانين مكافحة الاحتكار إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق،
وتعد هذه الغرامة جزءا من تحقيقات هيئة المنافسة النمساوية في أكبر احتكار في تاريخها، والذي شمل شركات بناء كبيرة مثل بور وستراتبورغ وسوبلنسكي. ألقت الشرطة في فيينا القبض على 3 شبان من ألمانيا بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة والاحتيال، جاء ذلك بعد تلقي معلومات خاصة عنهم. وتم تشكيل فريق مشترك من إدارة الشرطة الجنائية وفرقة العمليات لمكافحة جريمة الشوارع للتحقيق، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بانتحال صفة رجال الشرطة، واعترف المتهمون بانتحالهم صفة رجال الشرطة ومحاولة الاحتيال على المواطنين، ووجهت لهم تهمة النصب والاحتيال، وتم إصدار أمرا باحتجازهم على ذمة التحقيق. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.